أمسية سعيدة مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا في عدد جديد من حصتكم وش نطيبوا اليوم، تأتيكم يوميا على الساعة الثالثة زوالا. إذا مشاهدينا الكرام دائما نجيب لكم أحسن وألذ الوصفات الاقتصادية والرائعة اللي تقدري يعني تزيني بها المائدة تاعك سيدتي. إذا أنا كالعادة يعني ككل مرة نحاول أنه ندير يعني اجتهاد واللي نجيب لكم وصفة ونقدر أنا يعني نموديفي فيها وتكون يعني وصفة في متناول الجميع. إذا مشاهدينا الكرام قبل ما نبداو أكيد راح نرحبوا بممولين الحصة عندنا أكيد مهدي فود اللي دايما حاضر في أطباقنا وحاضر في المائدة تاعنا. عندنا برومو فيزا للأواني الرائعة وما نساوش زاد إيديكو تاع يعني اللي قدم لنا الطاولة الرائعة كذلك. إذا مشاهدينا الكرام قبل ما نبداو نقول لكم أنه رقم الهاتف راه يمر أسفل الشاشة، رانا نستناو في المكالمة تاعكم الاتصالات تاعكم باش نحليو هذه الأمسية الرائعة. إذا مباشرة نبداو بالوصفة رقم واحد اللي هي عبارة على رولي تاع الكرومبيط، راهي لا سيزون تاع الكرومبيط، السعر تاعو في متناول الجميع، وكذلك يعني المكونات اللي حنستعمل في الكرومبيط تاعي مكونات بسيطة متواجدة في كل بيت. إذا الوصفة دائما تمر في الشاشة، كما قلت لكم المقادير حنا نحطوهم في الشاشة، هنايا ركزوا لي فقط على المقادير من فضلكم هنايا في الشاشة. كما قلت لكم عندي نص الراس تاع كرومبيط، عندي كذلك 300 غرام تاع الدجاج المفروم، هنا ما حطيناش لا كونتيتي، زوج حبات تاع زروديه مرابيين، عندنا ربطه معدنوس مرحيه، ست حبات تاع ثوم كذلك مفروم، عندنا بصله صغيره مفرومه، لي شامبينيون، عندنا زيتون مفروم كذلك، عندنا الجبن، الملح، فلفل اسود، وكركم، زنجبيل، وقزبر مرحي مع البيض، وعندنا كذلك لا شابلور. واليوم مشاهدينا جبت لكم وصفة رائعة تاع لاصوص فروماجير اللي كنتو هبلتوني عليها، مام في يعني في مواقع التواصل الاجتماعي طلبتوها مني، وانا دائما نجيب لكم الوصفة الكلاسيكية اللي تعتمدوها كامل في الوصفات تاعكم. اذا تبعوا معنا مشاهدينا، راح نبداو اولا بالرولي تاعنا تاع كرومبيط. قلت لكم جبت لكم بطريقة جديدة ومبتكرة اللي تقدري يعني تحطيه في الطاولة تاعك بلا ما تحشمي سيدتي، يحمر الوجه. إذا يلا نستقبلوا مكالمة من البوليدة. سارة. الو. الو نعم سارة، واش راكي لاباس؟ واش راكي شافك مليحة لاباس؟ الحمد لله، وانتي يا صحتك لاباس؟ لاباس الحمد لله، يعيشك شافك منورة الشاشة. شكرا حبيبتي، بيكم انتوما، بيكم راني منورة الشاشة. يعني انا كي تصلوا طلعوا لنا المورال، تكون عندي يعني كما يقولوا اراده باش نقدموا لكم ما هو الافضل. انقطعت المكالمه، يلا عاودي المكالمه، رانا نعاود، انا نستناو فيك، انا نستناو فيك. اذا مشاهدينا نمروا دائما كما قلت لكم حنا نقدموا المقادير، وهنا طريقه التحضير مباشره عندي هنايا، فقط نوري لكم لانه بديت مباشره. عندي كرومبيط تاعي، شوفوا معايا مشاهدينا واش ندير له. الكرومبيط تاعي نحكم كسرونه، ندير الماء يغلي فيها ونحطه حتى وين يتغلى لي، ماشي لازم يتغلى مليح، حتى وين يطلق كامل روحه، وين يعني يطلق كامل القيمه الغذائيه تاعو، وانما غير جوست يذبل لي، نحيه ونميكسيه في الاشوار لانه راح يزيد يطيب من بعده. نميكسيه في الاشوار. عندي 300 غرام تاع الجبن، عفوا تاع اللحم او الدند او البولي اشي، واش عندك سيدتي تقدري تحضريه. عندي كذلك معدنوس، كميه تاع البصل قليله ما نكثروش باش ما يجيش ريحه البصل فيه بزاف، نحو فقط هذوما لانه هنا يحب الثوم. عندي كذلك السنينه تاع الثوم فوالا بهذا الشكل، وعندي الجزر تاعي مهم جدا في هذه الوصفه. عباكم صافي الريسيبيون ما كفانيش، لازم لي جفنه. اذا نحطه هنايا، نحركوا جميع المكونات مع بعض، نحاولوا فقط نشوفوا. شوفي لو هنا هذاك الريسيبيون تاع اينوكس، جيبوا فقط الريسيبيون هذاك تاع اينوكس لو طون هنا فاش نكملوا المقادير تاعنا. عندي هنا بهارات مشكله فوالا كيما راكم تشوفوا،
يعني راس الحانوت. عندي الزنجبيل، عندي شوية كسبر، ونستقبل مكالمة من شرق أقصى شرق الجزائر، عنابة. عندي هنا عايشك، مرحبا، أهلا وسهلا فيك حبيبتي. أهلا وسهلا، ألو. نعم شيراز. ألو، نسمع فيك مريومة، لاباس؟ واش راكي شيراز؟ لاباس، راكي مليحة؟ أم شيراز صحتك لاباس؟ لاباس الحمد لله. شيراز، اسمعيني من الهاتف شيراز من فضلك. أم فراس. أم فراس، عفوا، أنا قلت ديرك شيراز، سمحي. لا، أم فراس من عنابة. ربي يحفظها لك إن شاء الله. تفضلي تفضلي الأخت الكريمة، أهلا وسهلا فيك. وبيك يعيشك، والله مريومة مشكورة على كل الوصفات، ربي يبارك فيك إن شاء الله، منورة الشاشة. الحمد لله سيدتي، شكرا. أحوال عندكم لاباس؟ عندي طلب برك، ديري لنا حساء السمك. بإذن الله، لا سوب دو بواسون ولا لا سوب دو ساردين؟ كاين فرق. لا سوب دو بواسون. بواسون تاع الحوت. وي تاع الحوت. ان شاء الله. نعم، وبعد من العصائر بما انه التلاميذ في فتره امتحانات وفرود، اكلات تكون صحيه بالخضر وعصائر مفيده. جيتي في وقتك سيداتي، راني محضرت لكم واحد المشروب رائع اليوم، راحين تشوفوا مع بعض كيفاش راحين نحضروه، خاصة للاطفال، مفيد 100% وصحي بمكونات بسيطه فقط. ان شاء الله ان شاء الله سيدي، شكرا. بما انه شكرا ام شيراز، تحياتنا الناس عنابة، نشكرك على المكالمه. بارك فيك مريومه، يعيشك. شكرا. اذا شوفوا معايا مشاهدينا، اولا المكونات كما كنقول لكم، كذلك مقادير بسيطه، سمحوا لي فقط كي نكون في لا بريباراسيون نحب نجيب من ومن، يعني نركز على الوصفه باش ما تزعفوش عليا. هنجيب البيض، ندير حوالي زوج بيضات ونشوفو. بسم الله، بيضة رقم واحد، ونعجن هنا، لازم نستعمل يدي. بيضة رقم اثنان، في نفس الوقت من قبل ما نبدا نعجن، لانه راح نخدمو في غاميزيغ. عندي هنايا جبن، استعملوا هذا المربع. علاش نستعملوا المربع هدايا؟ باش في لافارس تاعي ما راش راح يخرج لي، وما راش رايح يعني يحكم لافون تاعو، لهذا نستعمل هذا الجبن المربع. شوفوا معايا غيلاس، او هنا نحطوا باش يشوفوا المشاهدات الكريمات. فوالا، اذا هذا الجبن مربع. علاش لازم هذا اللي نستعملو في لافارس؟ باش ما تخرجليش لافارس. عندي كذلك زيتون مقطع رقيق، في الحشو تاعي نحط عليه شويه زنجبيل، شويه لي زيبيس راس الحانوت، وشويه تاع الكزبر. نكتفي بهذا القدر من التوابل. راح نضيف في الحشو تاعي مشاهدينا الكرام، عندي لي شامبينيون من منتوجات مهدي فود، كما قلت لك دائما حاضر في اطباقنا، نمسح توجور العبوه تاعي ولا العلبه، نفتحها. اكيد راح نصفيها مشاهدينا، عندنا لي شامبينيون من مهدي فوت، كما قلت لكم عندهم في السوغ جولي وعندهم في لابواط في العلبه، نصفيه مباشره، راح نرحيه في الاشواغ، راح يعطي لي واحد المذاق بزاف بنين في الحشو ديالي. تبعوا معايا، سي امبورطون اليوم واش راح نديروا، مهم جدا، و نحاول انه نحيلو كامل الماء ديالو باش ما فوالا نحطو في الاشواغ هنا. ونرحي لحظه فقط، نجات من فضلك.
يلا مشاهدينا نستقبلوا مكالمة من قسنطينة الأخت أمينة. عدو السلام عليكم. عليكم السلام سيدتي، أهلا وسهلا. أنا أقول لك بس اللي في الويتر وفي يدك. نعم، وش قلتي سيدتي؟ قطعت المكالمة، نعود الاتصال سيدتي، ما سمعناش السؤال. إذا هنا مشاهدينا شوفوا الحشو تاعي واش فيه، نحاول أنه نحرك هذوك المكونات تاعي. عندنا استعملنا جبن، مربعات، زيتون مرحي، لي شامبينيون، وعندي فوالا هادو هما الملح، فلفل كحل، عفوا مازال ما درناش الملح، اي هاد هنا مازال ما درنالوش الملح. جيد بهذا الشكل. هاي الحشو ديالي، نجيب فلفل كحل في الرولي تاعنا، والملح اساسي، لانه عندي كميه كبيره تاع الخضروات، وعندي هنا فلفل كحل شويه فقط في الحشو ديالنا. نعجن مليح هذه المكونات مع بعض بالبيض. عجنيهم مليح سيدتي لي باش نديرو لا شابلوغ، لازم يدخلوا كامل هذاك اللحم تاعي، تبعوا معايا هنا، ينسجم مع ذوك المكونات، مع البصله والثوم المعدنوس. هلا بهذا الشكل. ايوا هكذا عجني مليحه، ميم طو راكي تزيدي هكذا. هنا نضيفو لا شابلوغ ديالنا، تبعوا معايا هنا مليحه هكذا. يلا نستقبلوا مكالمه من عند الاخ بشير من واد السوف، في نفس الوقت رانا نخدمه. هو شوفوا راه. السلام عليكم. عليكم السلام الاخ بشير، واش راك؟ لاباس؟ لاباس الحمد لله، وانت لاباس؟ معك سواتي بشير من بلديه المقرن ولاية واد السوف. مرحبا، مرحبا باهل ولاد السوف، اهلا وسهلا بكم سيدي، مرحبا بك. وتحياتنا ليك وكل الطاقم اللي راه معك. مكالمة مانيش نسمع. انا نسمع فيك مليح انا. نعم. الو؟ وي استاذ راني نسمع فيك، تفضل. انا نسمع فيك، قلت لك معك من بلديه المقرن. الله يبارك، الله يبارك استاذ، مرحبا بك. وراكي مشرفه الشاشه اختي. شكرا سيدي، ربي يهنيك ان شاء الله. وشاكم انتم لاباس؟ الحمد لله، انتم الصحه لاباس. معناتها معلموا هكا الطعام نتاع واد السوف. انا عارفوا الطعام تاعكم كليتو اللي ديروه بالكابويه، القرعه الحمراء والتمر. الكابو البصل، وكاين حتى المحاجب هذيك. ايه المحجوبه. المحاجب كاين يديروها، كاين حنا نسموا بها خبزة الحوايج. ايه تاع اغرم الحوال حنا نقولوا له بالقبيليه. حنا نقولوا خبزة الحوايج، انتم تقولوا المحاجب. وكاين اللي يطيبها على عدة انواع. الله يبارك استاذ، مرحبا بك. ولكن احنا الطعام نتاعنا نشوف فيه احسن من طعام الشمال. احسن طعام كامل في الجزائر هو الكسكس تاعكم، انا دقته تاع واد السوف بزاف. وشاكم انتم ما جيتوش لواد السوف؟ ان شاء الله رانا جايين باذن الله تعالى استاذ، ان شاء الله. مرحبا بكم اختي، اذا جيتوا لواد مرحبا بكم. ان شاء الله استاذ، ربي يحفظك. وسلام ناس العاصمه، لاباس بخير؟ انا الحمد لله كما بغى ربي الحمد والله لله. والله نقولكم ثانيه بمناسبه اول نوفمبر، ان شاء الله كل عام والشعب الجزائري بخير. ان شاء الله يا رب العالمين، ان شاء الله ويبقى تبقى الجزائر دائما نجمه في السماء ان شاء الله. وان شاء الله دمتم ان شاء الله بخدمه الوطن والمواطن وكل الطباخين والطباخات ان شاء الله. شكرا سيدي، شكرا على المكالمه ونشكرك. شكرا سيدي، وتحياتنا لكل سكان واد السوف والبلديه تاعك استاذ، وتحياتنا لكم كامل، شكرا. اذا هنا شفتوا غيلاس اليوم تاعكم يعني في الوصفه هذه، اعطاكم كاع التفاصيل. اذا عندي الحشو، وعندي ها
هنايا كذلك باش راح نخدم. عندي بابي كويسون وعندي الالومنيوم. هنا عندنا ورق الطهي. وجدت الكسكس ديالي مشاهدينا الكرام، الكسكسي تاعي راهو واجد. فوالا الكسكسي تاعنا راهو واجد دا او يغلى. دوك نوريكم ليطاب تاع الكسكس، تبعوا مليح الخطوه. الوصفه راح نديرو هنا زوج خطرات تاع البابي فيلم باش يشد لي والغولي تاعي يجيني مليح وشاد روحو. كذلك شوفوا برك الحجم يعني تاع الغولي شحال يكون، ديروهش كبير بزاف باش يجيني في الكسكاس ويوجد لي بالخف. هنا كاين دوزيام ميثود كذلك، تقدري ديريه في الفرن مباشره ماشي مشكل، ولكن احسن تاع كي نفوروه بالخف يطيب. هنا بابي فيلم هاوليك، من بعد نوجدوا له الالومنيوم، نحطو نجيب شويه من لافارس ديالي. تبعوا معايا مشاهدينا هنا واش راح نديروا كيما نحضر الرولي تاعي عادي. بسم الله. هنا الا شفتوا باش يلصق خفتوا شويه تاع الزيت في يدي. فوالا هكذا ونخدم انيس. شوفوا رولي ولكن ايكونوميك اقتصادي، يوجد في ظرف طويل قصير ويخرج كميه كبيره. الله الله والبنه واش نحكي لكم رائعه. يلا بهذا الشكل ما نديروش بزاف يعني ما نخشنوش البوده تاعنا باش فوالا هكذا راح يكون هكذا فقط. شوفوا معايا نجيبوا ملعقه مشاهدينا وتبعوا معايا راح نحط الحشو تاعي. الحشو هنا الحشو تاعي مشاهدينا راهو. اذا نستقبلوا مكالمه من بالعباس. الو الو الو، من فضلك سيدتي نقصي الجهاز التلفزيون من فضلك. الو السلام عليكم. الاخت الكريمه. الو الو السلام عليكم. الو الو السلام عليكم. الاخت الكريمه من فضلك نقصي لنا الجهاز التلفزيون، سمعيني من الهاتف مانيش نسمع فيك من فضلك. السلام عليكم. انقطعت المكالمه، معليش عاودي الاتصال. شوفوا معايا نفس الطريقه تاع الغوليه. ها راح نديروا واحد هكا. واحد مشاهدينا الكرام نرفعوا على مسامعكم اذان العصر ونعود نرجعوا بعد قليل ان شاء الله. تقبل الله صلاة الجميع مزيدا من المغفرة والثواب. اذا مشاهدينا نرجعوا الوصفات تاعنا. لو برومي بودان تاعي راني حطيته، نجيب الكوردون تاعنا. بون نشوف فقط الى عندنا هنايا، كنا نخلوهم هنا الكوردون. معليش سي با غاف. هنا نحاولوا انه نجيب الموس صغير ما يهمش. هنا شوفوا معايا غير اش تبع معايا هنا مليح، درنا واحد كبير دوك نزيدو نديرو زوج صغار. هنا البودان تاعي مباشره حطيته في الكسكسي. راكو معايا راح نبيكيه غير بشويه هكا هنا. علاش؟ باش يتهوى ما يطرطقليش البابي، ونفس الوقت تدخلوا لا كويسون. نقلب، نحاول انه نقلب باه سخون شويه، ولكن ما عنديش خيار اخر. فوالا نفس الشيء لهادو الصغيرين كذلك. فوالا تري بيان. فوالا بهذا الشكل مشاهدينا شوفوا معايا
راح يطيب في ظرف 20 دقيقة، مام با 15 دقيقة راح يطيب. راح نزيد نوريكم كيفاش شكلنا لي بالونتين، باسكو كاين الرولي وكاين لي بالونتينا، كاين فرق بين الرولي وفرق بين لي بالونتين. لي بالونتين راح يجي الحجم تاعهم صغار، فوالا هاهم ليك. بعد انا نفورميهم كيما نحب، باسكو عندي لو بابي تاعنا اللي هو لو بابي فيلم اليمونتير، هو راح كيما نحولو شوية منا. فوالا هاوليك لا دوزيام بالونتين تاعنا، نحطهم يتفور دوك. من بعد حنا نكملو هادوما. إذا مشاهدينا نمرو لي طاكلياتيل تاعنا، راح يكونو كوم غارنيتور أكومبانيومون مع لو غوليت ديالنا اللي هو لي طاكلياتيل. هنا مشاهدينا عندنا سباغيتي، عندنا المقارون، عندنا عدة أنواع تاع لي بات، ولكن لي طاكلياتيل يختلفوا لا كويسون تاعهم. هنا واش الحاجة اللي تخل لي كيما يقولوا لي تخلي أنو العجائن تختلف من نوع لنوع؟ هي طريقة الطهي تاعهم. إذا حنايا لا كويسون تاع لي طاكلياتيل تاعنا ما لازمش تكون لا كويسون تاعها كيما يقولوا كيما لي طاكلياتيل 10 دقائق يكفيني. راح نديروا شويه تاع الزيت، ملعقه فقط فوالا، وراح نحط الملح. اوكي نجت فوالا، ملعقه تاع الملح. وراح جبت لكم هذو تاع اليمونتير هنا بال تاع الجزر، بالماء تاع الجزر، وهنا تاع المعدنوس فوالا، وهذوما العاديين. نحطو لي بات تاعي هنا ونحسبو بعد الغليان حتى العشر دقائق، ما نخلوهمش ديباسيو يعني الوقت تاع لا كويسون تاعهم، لانه لو كان ديباسيو الوقت تاعهم وراح شح يصرى لي طاكلياتيل تاعي راح يولوا ماشي صحيين. هذه الاولى، وراحين يتعجنوا وراح يديرنا مشكل في عمليه الهضم. اذا نخلوهم يطيبوا مشاهدينا، ندو فاصل قصير نرجعوا لكم ونشوفوا الوصفات يعني اللي راح نزيدوا نحضروهم مع بعض. مشاهدينا هان لحقنا لنهايه البرنامج، الوصفات تاعنا راهم واجدين كيما راكم تشوفوا. الطاوله تاعنا الرائعه باطباقها كذلك راهي واجده، هاي ليك هنا وجدنا كلش مع بعض كيما راكم تشوفوا. اذا عندي فقط ملاحظه راح نقدمها لكم مشاهدينا، هو انه الرولي تاعكم كيما راكم تشوفوا هذوك لي بالونتين هاوليك الشكل تاعهم، هنا رافقوهم بلي طاكلياتيل، فهمتوني؟ حبيتو ديروهم بالروز لكم الاختيار. حنا وعلاش ما حبيناش نديرو الخضروات؟ ديجا عندي كم هائل تاع الخضروات في البودان تاعي، عندي الكرومبيط، عندي الكرافض، عفوا عندي الكرومبيط، عندي معدنوس، عندي زروديه، عندي يعني بزاف خضروات. اذا لهذا في لاكومبانيومون تاعي نختارو سواء نديرو الروز ولا نديرو لي طاكلياتيل اللي هو فوالا العجائن.
لو بودان تاعي الكبير كذلك خليه انا فقط نظرا لضيق الوقت مشاهدينا ما حبيتش كما يقولوا لنا لازم تشوفوا لو دريساج تاعنا، خلوه حتى وين يتشرب تماما، بعد ذلك كي يبرد نحوه، نشد المقله ديالي ندير فيها شويه تاع الزيت مع الزبده ونقليه، نعطي له اون كولوراسيون تكون شابه، ونقدمه اكيد نقطعوا اللي كيما نقطعوا الرولي ونقدمه اكيد في الاطباق تاعي. والتحليه تاعنا اليوم اللي كانت عباره على مشروب الشوكولاته، اذا راح نسكب لكم القليل فقط، راح تشوفوا في هذا كؤوس التقديم الشكل تاعو رائع صحي وبنين فوالا. ونقول لكم مشاهدينا الكرام نختموا، ان شاء الله كنت خفيفه عليكم في هذه الحصه، كانوا بزاف لي ديتاي. لاصوص فروماجير تاعنا فوالا، لاصوص فروماجير تاعنا نحطوا فقط شويه فقط باش تشوفوا لا تيكستور تاعها، شوفوا معايا فوالا بهذا الشكل. اذا مشاهدينا لحقنا للنهايه، الوصفه تاع معنا كامل كما راكم تشوفوا. نشكر الفريق التقني اللي تعب على هذا البرنامج، ما نساوش بيان سور زهره، سميره، غيلاس، سرفاتي، يونس، ديما ننسى الشايب، حسين، نجات، وما نساوش اكيد عميروش اللي راهو في لا ديفيزيون، نقول له تحيه كبيره. الشايب ما نسيتكش بيان سور، انت هو الصح. وتحيه كبيره كذلك لعميروش اللي راهو يتعب كذلك في الخدمه ديالو. نقول لكم مشاهدينا الكرام تبقوا على خير، ونتلاقاو في عدد جديد من حصتكم باش نطيبوا اليوم. مع السلامه.